بالتفاصيل. سعر إطلالات الأميرة رجوى الحسين حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي. بأناقة ورقي ملكي، ظهرت الأميرة رجوى الحسين بصحبة سمو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في زيارة رسمية للمرة الأولى ليهم خارج المملكة بعد زفافهم اللي كان حديث الساعة في صيف 23. وكالعادة بمجرد ظهور الأميرين في أي مناسبة سواء كانت رسمية أو عائلية بيلفتوا الأزهار ليهم، وده اللي حصل خلال اليومين اللي فاتوا بعد ما شارك الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي على منصة إكس صور لولي العهد وزوجته خلال زيارتهم لسنغافورة. الزيارة الرسمية حسب ما أعلن الديوان كانت بالتعاون بين وزارة الاقتصاد الرقمي والسفارة الأردنية بسنغافورة وبين اتحاد الأعمال السنغافوري لتدشين منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري وبحث فرص التعاون والاستثمار بين البلدين. وده طبعا مش أول تعاون بين الدولتين لأن بينهم تاريخ طويل من الشراكات الدولية. لكن أناقة إطلالات سمو الأميرة رجوى آل سيف بجانب زوجها ولي العهد الأردني لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللي انبهروا برقة ذوق الأميرة في اختيار أزيائها، وبدأ التساؤل عن الفساتين اللي ظهرت بيهم الأميرة رجوى على مدار يومين في سنغافورة ودور الأزياء اللي اعتمدتها واختارت منها إطلالاتها. كان تكلفة التصاميم مفاجأة كبيرة للمتابعين لأن الفستان البيج الناعم المنقوش بزهور مطبوعة كان من مجموعة دار أزياء كارين ميلان، وبحسب الموقع الرسمي للماركة فالفستان سعره $300 أمريكي بس. كمان اعتمدت الأميرة رجوى في إطلالة اليوم الثاني من الزيارة فستان طويل باللون الأبيض من العلامة التجارية روكساندا، ودي نفس دار الأزياء اللي صممت فستان زفاف الأميرة إيمان بنت ملك الأردن. وكانت البدلة الرسمية اللي باللون الزهري من ماركة جابرييلا هيرست واللي اتألقت بيها مع شنطة من ماركة فاندي بيكابو صغيرة باللون الوردي أظهرت رقة وشياكة الأميرة، خصوصا إنها اعتمدت موضة الشعر المرفوع. أناقة الأميرة رجوى الحسين انعكست في تعليقات رواد منصات السوشيال ميديا واللي كانت كلها إشادة بالرقي الملكي والحشمة في الإطلالات اللي بتعتمدها زوجة ولي العهد واللي تشبه بشكل كبير إطلالات الملكة رانيا العبد الله الملقبة بملكة القلوب في الأردن وذوقها الراقي في اختيار أزيائها. فكتبت مغردة على منصة إكس تعليق قالت فيه: أميرة اليوم والملكة المستقبلية مثال للفخامة والرقي. وعلقت متابعة تانية على منصة إكس وكتبت: أنيقين ما شاء الله. وغردت متابعة بتويتر كتبت فيها: شوفوا كيف طبيعية وبدون فيلر وبوتوكس وبدون تكليف بالرغم منها أميرة، اتعلموا يا بنات كيف تكوني أميرة. وانهالت التعليقات اللي بتعكس حب المتابعين للأميرين على الصورة اللي نشرها الأمير الحسين مع زوجته رجوى وكتب عليها صورة سريعة بين الاجتماعات. وكانت التعليقات بين الدعاء لهم بدوام السعادة وبين الإشادة بأناقتهم الملكية والكاريزما الطاغية اللي بيتمتع بيها الأميرين. وإحنا من موقع عين مصر بنشيد بالذوق الراقي لسمو الأميرة الأنيقة رجوى الحسين في اختيار إطلالتها. وإنت كمان تقدر تشاركنا رأيك في التعليقات، هل فعلا في تشابه في ذوق الأميرة رجوى الحسين وبين ذوق جلالة الملكة رانيا في اختيار الإطلالات، ولا اعتماد البساطة الشديدة في الأزياء هو اللي بيعكس التشابه ده؟